له سؤال آخر يقول: هل النية أن أقول في قلبي عند الوضوء أو عندما أريد صيام رمضان مثلا في كل يوم نويت أن أفعل كذا، أم أن ذلك في القلب والعزم يكفي؟ النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لا يجوز أن يتلفظ بها. الله يعلم. قل أتعلمون الله بدينكم؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. نعم.